طيب خلينا بقى نروح بعد كده برضو لحاجه محترمه جدا، وده استكمالا للكلام اللي كريم كان بيقوله وللاخبار اللي معانا، واستضافه مصر هنا كمان للبطولات الدوليه المختلفه. امبارح تحديدا كمان وزير الشباب والرياضه وزير التعليم العالي عملوا اجتماع لبحث تفاصيل استضافه مصر لبطوله العالم للجامعات للسكواش، واللي هتستضيفها مفروض مصر خلال الفتره من 7 ل 13 نوفمبر 2022. لو هنيجي نتكلم، هو ده حدث حلو او ده شيء جميل؟ اه ده شيء جميل جدا على فكره مصر حصول على شرف استضافه يعني فعاليات بطوله العالم للجامعات للسكواش، اكيد حاجه كويسه جدا وحاجه لمصلحتنا جدا. بنتكلم هنا عن كل الجهات، سواء وزاره الشباب والرياضه، وزاره التعليم العالي، البحث العلمي، الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وجميع كمان الجهات المختلفة، أن هي بتشتغل وبتعمل من أجل إنجاح البطولة دي والخروج كمان بالمظهر اللائق اللي يليق باسم مصر. ده أكيد ده اللي احنا منتظرين، وده اللي احنا واثقين أن هو هيحصل. كل ده يعني أكيد بفضل طبعا القيادة السياسية للمنظومة الرياضية المصرية وكافة مفرداتها، لجعل من مصر فعلا مركز رياضي عالمي بيمتلك كمان بنية رياضية ذات مواصفات عالمية وجاهزة لاستضافة مختلف المنافسات الرياضية الدولية على مدار العام. وعايزه اقول لحضراتكم كمان هيتم استقبال لجنه الاتحاد الدولي للسكواش، واللي هتصل مصر يوم 21 مارس تحديدا للوقوف بقى على الاستعدادات واستعدادات مصر لاستضافه البطوله. فالكلام ده لو احنا بنقوله، بعض ممكن يجي يقول لك يا كريم يعني انتوا بتكبروا الموضوع قوي. لا، احنا ما بنكبرش الموضوع. اقول لحضراتكم ليه؟ لان احنا لو رجعنا لكذا سنه ورا شويه هتلاقي ان احنا ما كانش عندنا من الامكانيات ولا البنيه التحتيه ولا الاستعدادات ولا العماله اللي هو العنصر البشري الاساسي. انا مؤمنه جدا ان العنصر البشري هو اهم شيء في اي دوله، في اي مشروع، في اي كيان. لو انت عندك الخطه وما عندكش العنصر البشري الذكي المجتهد الجيد، عمرك ما هتوصل ان انت تحقق اي انجاز. فزمان كم سنه كده ما كانش عندنا ده، بقالنا كذا سنه مؤخرا بنشوف تطور كبير جدا، وبنشوف على المستوى المنشآت وعلى المستوى العنصر البشري وعلى المستوى التنظيم وعلى المستوى الإدارة. ده اللي بيمكنك في النهاية ان انت تقدر تتكلم وبثقة انك تقدر تستضيف بطولات دولية متعددة، واحنا شفنا ده الفترة اللي فاتت ولسه هنشوف ده كتير. ففي تغيير حصل، في تغيير حصل، فلازم ان احنا نتكلم ونحط كده يعني بوينت عليها ونفرح بيها كمان. واعتقد مصر قادرة على كمان استضافة ان شاء الله نقول بقى كأس العالم يعني قدام. احنا مش لسه هنقول، احنا لسه قايلين من شوية. بعدين انا مش يعني فكرة ان احنا هنبقى بنهول، هنهول في ايه؟ احنا بنقول لحضراتكم خبر مصر هتنظم كأس العالم في البطولة في 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 الرياضة الفلانية، وبطولة العالم في الرياضة الفلانية. أيوة، مش بنتكلم على ان الدولة بتنظم دورة رمضانية، احنا بنتكلم على كأس عالم. ومش بنجيب حاجة من عندنا، ما احنا فعلا بنشهد كلنا. وزي ما بيقولوا كده في البلد، اللي ما بيشوفش من الغبار بيبقى اعمى. يعني انجاز التعبير في هذه الحالة، لان فعلا في انجازات اللي ما يتكلمش عنها يبقى ناكر او جاحد، اللي ما بيشوفهاش يبقى هو عنده مشكلة فعلا ومحتاج يكشف نظر.